شباب يا شباب حرف انقل من جلد ايه شيء جلد حرف لا 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 احنا ما نلعب الا جلد جلد حرف اوكي بس ترى جلد انقل هذا اشرح لكم لا حد يقاطعني ولا اشرح تعال استكفينا الحين هذا الاكواب في واحده اخذ كوب اوكي كوب مين ذي اكواب اصبر خلنا نخلص بعدين شوف اكواب كلها نظيفه حلو ما عدا هذا الكوب فيه ايش قهوه في قهوه اوكي وينه طيب في قهوه نوزعها بدون ما حد يدري فين الاكواب نوزعها وين اللي في قهوه اصبر قاعد يدور نشوف هو الحين يستعب خلص كلامي بعدين زيد كوب بزيد ركز معي محسن هذا جنبك يسارك اوكي اللي يعرف اللعبه الله لا يمينه اللي يعرف اللعبه خليني خلص كم بدي اشرح اذا في تعديلات اوكي في كوب واحد اللي هو فيه هذا في قطره شاي ما ادري قهوه اللي تجي وزعنا كلنا اخذنا صح كل واحد مسكه هنا جت اثنين فرضا جت اثنين صح كل واحد معه كوب الحين انا معي كوب حلو اغمز للكل انا عارف بعضكم عرفها خلاص لا عرفت خلنا نخلص هذه اللي بتغمز اكتب الورق ايوه اقعد الجنجه الجنجه العبوا اللي ما يعرف ايوه العب العب زين خلنا نعلمك اغمز كلهم خلي واحد طبعا مثلا خليت رايد اللي اغمز ايش يسوي مثلا غمزت عبد الله ايش يسوي يحطها طبعا ما يحطها مثلا غمزت يقول بسرعه مين ينفضح اخوي يستنى بس كم ثانيه كذا يضيع كذا الناس ويحطها نحطها كلنا ما بقى رايد ما حطها نسأله مع مين ورقة يا رايد إذا قال أنا يجلدني إذا قال واحد ثاني خطأ أنا أجلده صح حتى أنت تحط حقك يعني أنا يعني حر شوف خلنا نزيد دقيقة خلنا عمد الحاثي لو إنها معه خلاص كن ينزل أول واحد عادي أنا حر إذا نزلتها بس إذا نزلتها إيش ما عاد أشيلها أوكي شوفوا لحد من الذكاء اذا مثلا انت شفت واحد غمز لا تعلم على طول يمكن غمز لك اذا ما غمز لك خليك اخر واحد انما كشفت اسكت اذا علمت قلت فلان خربت اللعب يعني اذا ما انزل الكوب الا اذا انت غمزت لي ايه كويس اذا اكتشفنا واحد غمز بخطا ينجلد منك بس انت اللي تغمز لي بس اللي مع ورق الكوب اللي بوع قهوه ترى معنا وش اللي غمز عرفت اللي نلعبها بالجنجفه عرفتها ايه جلد الجلد بشنو؟ انا قاعد اخو علي اخوها بشنو؟ انت ما تجي دوم دول ساكني ساكني انت ولد منو؟ دقيقة ضيعت ايديك عدنا ورقة هذه حقت اللعبة ترى حلاوتها بدون تخريب لا حد يغمز من عنده والله بنخربها يلا طيب توسع عشان نشوف يعني اسمع حلو يغطي وجهه اعطيك اشارة انا عندي مثلا لا اللي تجيه ورقة مميزة يغمز الكل يخلي واحد بس يلا بسرعه عادي يلا الاخير اسمع يلا محمد يلا وين ورقه طيب بعد ما كان عليها فيها مصبوب فيها قهوه اسمع مصبوب فيها مصبوب فيها قهوه اوكي هي ورقه مميزه نسال الاخير من اللي عنده اذا كشف يجلد كذا ما كشف كان تجلد مزبوط اللي يغمز ما عنده ورقه ينجد منه كلنا يلا يا حبيبي اوكي طيب لحظه قبل ما نبدا يمكن انت مستقصد انك مثلا تفجر ذن كلهم غمزتهم ولا انا اي عادي حلو اسكت خلي يقول من قول انت يضل عود انت تجلده يلا طيب في واحده مختفيه الحين والله ما فهمت بس يلا خلينا نشوف اشوف لا حد لا احط لا حد يفتح الورقه ما تفتح بالورقه لا حد يفتح ورقه شوفها لين ناخذ كلنا مع بعض خلنا ايش دراك وين الورقه والله ما اعرف والله طيب انت ترفع ذاك اكيد لا بتشوفها اذا قلنا شوف لا حد يشوف الحين احمد زي مدها لا ناصر ابراهيم يلا واحد اثنين هذا افتحوا لا دخل قرض مسكي بيت طيب شو انا راعي كلكم احد ادور احد يغمز شوف من يغمز لا راعي لكم كلكم الحين ترى ما اشوفه كمان يا طيب وش زين مشكله سلطان ما اشوفك انا احمد ولا لا احمد ولا محمد اشوفهم يا ود هذه يغمز تضيع الصمت صراحه يلعب صمت هذا فنان اذا لا تحس انه ما عندك يمكن عندك انت حاطها ما تشتر انا يمكن كده تموية مشت عليكم يا عندي ممكن زين احمد السار يغمز من زمان هو فيك يا اخوي دقيقه ما حد غمز احد الحين اراقب المسار لا شوف واحد شوف هذا جيت غمز اكيد كيف حطها في ذمته اي والله حنسولف اذا كانت مثلا عندك وانت ما غمزت لشخص ونزل قول وقف هي وش فيها هي فيها قهوه مصبوب فيها قهوه والله ذاك اللي غمز كيف غمز ذا شاب بوي
يلا ننام. والله ذا ذكي اقسم بالله يعجبني اللي يقعد بطيء في الغمزة تحمل اعصاب اقسم بالله تصير يساوي معك الباطن مو بنت اعصابه صراحه يطول ذكي اللي صراحه هذا من جد لا احد غطى عينه انت ما اشوفك يمكن تقمز باليمنى ولا ايه صدق لا حد يلتفت يا اخي صدق انتبه عبد الله الا انه مهم والله مريح نفسك مريح غمز لا ضرب جنبي ولا توجع رقبته ولا رايله ادري مهم عيوني قامت تجيعني اي والله عرفت عبد الرجال خلي اعطيه مرصه هذه مرصه انا على صراحه انا اعرف لا يا اخي اعطوه عاد صداح فرق صراحه ذا مو ذكي اختار مناطق كلها قدام عيني صراحه ها اختار مناطق ناس كلهم قدام عيني هذه هي بلش باللي جنبه هو ترى يا صاحبي وش اللي جرى وش اللي حصل واللي طلع يا اغلى طيب ينجل يا صاحبي 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 يا والله صراحه هني على اعصابه صراحه هني على اعصابه انا احسن بدون احسن مني لا تحس هيا طبعا غمز لحظه لا خلي اكمل بنشوف من ما فهمت حاجه واحده اللي معه النقطه هذا القهوه هو اللي يغمز بس اي ما ينزل انا ينزلها بس ينزلها ماشي حبيبي اللي معه القهوه يغمز لي يحط هي غمز الفوز يا احمد اي والله اللي معه قهوه اللي قلتها قبل شوي يربع احمد سالم يغمز من يوم لا طلع حطيته باقي لا 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 يبو 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 لا 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 اذا غمز لك احد تكلم تحط لي غمز غمز لك احد اي غمز يا احد من باقي باقي عبد الله يحيى ورايد صح؟ والله عبد الله يا اخي قول انا بنجدك رايد قول ايش يا صاحبي ايش اللي جرى واللي حصل واللي طرى يا اغلى الهوى اذا انه السلطان ترى غامز ما ندري وعيونه صغيره ها؟ يلا خلصنا يلا انا مجاجلك خلاص تقول اجزم انا ايه لا رشيد اذا قد طلعتها خلاص شوف حطيت الفنجان ما اقدر اراجعه؟ هم رضاك وانا اللي هم رضاك هل من اللي معه واللي غلط يتكلم اذا واحد نزل فنجان وما غلط بعد لا بعد لا واللي غلط دقيقه اول شيء نسال الرجال من اذا طلع خطا نجي بعدين نسال اللي عنده ورقه من اللي حط ايوه سلام عليك هذا من اللي غمز لنا معك انت طيب هذه ركتي
فشلت يا حبيبي. رايد ابراهيم العواد. ابراهيم العواد اللي معاه. ابراهيم العواد. انا ما غمزت لك. بس شفتك تغمز. لا دقيقة دقيقة دقيقة. يا عيال يا عيال دقيقة. محسن ناصر رايد دقيقة. هذه اللعبة الأولى تجربة. لا 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 غمزني يا رجال. غمزني ولا لا؟ ترى انا غمزت لهم كلهم الا محسن ما غمزت. زوجك غمزني. انا غمزت يا مال العز. بس ترى يوم شفتك. بس يا مال العز. بس ترى يوم شفتك ولو اني صاير. نظيف نظيف يا جزاك. لان شانان انجلد. كم كيف؟ انا ايه لو هذا كان ما ادري احمد انوار لعبه لعبه انت انت البدايه طبعا عرفت اللعبه ابو منصور عارف اللعبه صح ابو منصور عارف صح طيب هذه ركز معي سهل اللعبه لا تغمز احطك احد وانت هنا لا تغمز لين احط لين اغمز لين واحد يغمز لا خلاص خلي العب ركز اللعبه هذه بعدين نشوف اللعبه الثانيه خلاص احمد شوف جيتك ابو شوف لاحظ معنا خلاص اوكي خلاص هذه ايش حطيت رميت عشان زايده يلا والله العظيم تصير يا زايد لا ترفعها لين نرفع كلنا سوا يا اخو يا اخو اللي نقف طيب غمز لا 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 حط لا حد يرفع ورقه لين انا ما ادفع عشان كذا لا حد يرفع ورقه لين نرفع كلنا بالله صقري التصور تذكر يوم ابراهيم عبد الله عبد الرزاق ناصر واحد اثنين لا 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 هذه من حقتك ثلاثه ارفع ارفع يلا ارفع على الارض ارفع فيها قهوه ارفع على الارض والله مسرع ارفع على الارض عبد العزيز ارفع على الارد ارفع على الارض يا صقري يا منصور ارفع على الارض زين ولا حقته ما فيها قهوه لا يا غمز لحد انت هنا والله سريع غمز ما شاء الله عليه هذا شال قام يغمز طيب يا اخوي اقدر اسلم انا لا ما تعلم تقدر تنزل هي عادي بس ما ترجعها بس ما تقدر ترجعها خلاص في واحد قدم الفنجان ايوه وسخ ونظف كذا بسرعه طيب والله فنان ذا الولد شوف سيدي سيدي لو وجعني عيوني يلو روس صدع ترجع ولدي شاب قاعد يغمز في واحد غمزني خلي بالاخير بالاخير بينجلد اذا غمز خطا اللي غمز خطا بينجلد اللعبه اللي فيها جلد عيال لا علمناكم والله اني والله اني ما غمزت والله انك سويت لي كذا عد 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 لا 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 ارجع 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 خلاص لا عاد عاد ما ادري ايش مو بنت لا تنزل ابو يا ولد اكثر رمشه ورجع ارجع 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 بس فتح ارجع 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 الله برتقع لا 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 برتقع خلاص دفعت طيب انا وصل لا 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 بس 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 بينجلد الرجال لك في القلب سكنت له من يوم جيت وينك هذا هذا نزل هذا نزل انت تناظر هنا وعلى لي هلا 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 قاعد حالك مع من ورقه بسرعه بدون تردد دقيقه يا ابوي هذه انا مراقب بسرعه بسرعه ما في طاقه يعني طلع بسرعه واحد اثنين ثلاثه اربعه لا ما خمسه جلدوه سته جلدوه عشره لا ابا اخوي ترى عصابه 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 ع
قوية اللي خسر يطلع والله دقيقه 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 ممكن دقيقه عبد الله تركي قابلك الحلوه اللي يخسر يطلع الله يستر عليك يوم يا دوري لا بس الحين بنلعب خلاص 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 احمد يمين يسار فوق تحت عبد الله عبد الله وسع 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 عبد الله عبد الله لا 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 بدون من جديد عشان يخسر يطلع لا 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 يلا اخر اخر لا 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 قوي ترى اربعه وكسات كسات وين ترى بتصير ثنتين تعال تحت زيدك تحت باقي ثلاث ها سلام انسحبت صارت حسيت اني قاعد عند الوكيل ترى قال لك تحركها ب 10 ها يمين يسار فوق تحت سمع 10 يلا عد اللعبه يا حارثي خلص انا حطها وجه العدو الكاسات يلا بسرعه يا ولد بسرعة عبد الله بسرعة يلا عد الكاسات عندك بسرعة ما حسب سجل ايش واحد عبد الله وخر 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 صار فنتين اذا وخر فنتين لا سامح يا لا فنتين هذه الاخيره يا ناصر عبد الله بسرعه يا اخي اضرب ها يا اخي وش تبي تسوي غمض يا ناصر بسرعه وش يا اخو محمد طيب في باقي ثلاث ناقص بقدر بخلص العصيب العصا لمن عصا ارجع 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 طب ارجع 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 انا ان شاء الله حاضر حبيبي ابو كلوه طلع لي والله اللي بيجي زيد جلاس حق اللي بيجي عنده هذا بيجي عنده ضعف نظر ان شاء الله ان شاء الله حاضر ان شاء الله في يوم الثلاثاء انا ممكن اعيد شرف دقيقه دقيقه خلاص شباب ابو زيد ما استواني طلعتك يا واحد سالم شباب كلهم كلهم زي بعض في واحدة مميزة اللي تجيه المميزة هو يغمز لكل الشباب يخلي بس واحد في الأخير في نقطة قهوة عشان قهوي توضيح جدا ممتاز زين طبعا اللي معاه الورقة المميزة هو حر يحطها يخليه آخر واحد بس إذا حطها ما عاد شيء لا اوكي طيب اذا حطيتها يعني اني غامز وخالص ولا كيف طبعا من الغباء انك تحط احد يغمز زي كذا وتقعد زي كذا نعرفنا انك انت مين معك ان واحد غمز لك فوضح الناس كلهم منك انت ايش انها معك وهمهم الناس يعني زي كم احمد سالم يا مغمز لا شرح هذا شرح مفصل اي بس علم يعني سريع يا ولد فهمت كيف لا تعلم لا تعلم اذا كذبت تركي اذا مثلا انا غمزت صدق شفتني اسكت لين اخر اللعبه غمزت كويس ما غمزتك كفشني اضرب وجه عز يا قروش خلينا نسمع يا ناصر الله يرحم خلاص واضح عد عد يلا ما يحتاج اللعبه سهله والله اذا طلع معك بس لا تسيء اغمز الواحد من حيث انه ما يشوف لك الجيم كم والله فهمنا والله في دروس بس ما اذا ما غمز لك اللي معك ابراهيم حجر على طول بامكانك اذا كان قلبك اللي معك في شغله اذا واحد غمز حق واحد وانت شفته وهو مغامزك غمز حق واحد ثاني تكلم لا تخرب اسكت اذا غمزك كويس ما غمزك بالاخير تكشفه بس لا تصير نذل انا عندي ذا واغبز لك وما تنزل تبغاني الاخير لا تصير نذل اذا غمزك ما نزلت على عدل ليش؟ لان غمزك خلاص غمزت لك انا العب خلاص ليش تبغى تجلدني انا؟ طيب ممكن انا اغمز له وهي مين معي العلامه لا تنجلد لا تنجلد حبيبي يعني قبل شوي اللي نزلوا كلهم كان في واحد غمز له اي اساف مع ورقه مميزه فيها قهوه ورقه مميزه فيها قهوه ايام ذا يغمز كانت معاه اللعبه الاولى كانت معك اول لعبه هي اول لعبه يوم تسلم شباب شباب الوضع سالنت لا احد يفتح ورقه لنا لا احد يفتح ورقه لنا ناخذهم كلها ايوه واخليه كذا اغمز كلنا اللي بقوى خلوا واحد افتحها يا عيال اسكت يا عيال هو اللي غمز ايه صبر 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 محمد ترى محمد هذه زايد لا تفتح بس باقي خلاص انزك يلا افتح دولكم انتوا هذه زايد هذه زايد عطى عطى طل طل دخش يلا شوفوا يلا صوت صوت سلنت ارفع على الارض ارفع على الارض سلنت حلو سلنت
دوي وجعنا عيون. لا ترى حسين بطلع من هنا مدوخ أمشي بشد زومبي. ترى ارفع عن الأرض يا ماجد يا عسي يا سان ارفع عن الأرض. تكبر سان السلطان. صلت شوو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 و
لا 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 طيب يا اخو دقيقه الحين اللي معنا هو الحارس وضح شكله اصلا وضحت كيف غمز واضح جديد هذا كذا جاءت قل له اعطنا فطينه ذبحنا اختار راس كلهم قدام على طول كلهم قدامه جاك والشبه بعد شباب تحمست معليش كيف يفوز غمزه خلي واحد بس ايه انت تحاول صوت عاد صوتك فوق صوت يعني الحين لا تغمز وهي ما هي معك يا ابو ترى اللي ما هي معك بينجلد بينجلد اوكي يا والله انك كنت بتخرب اللعبه اني عارف والله اني عارف حركاته والله العظيم منو ذا فهد لا والله العظيم فهد بدون طقطقه فهد قال لي تبغى زعتر قلت له لا تبغى الغمزه حرام عليك جدا جدا يلا خذ لك واحد خذ لك خصم منو ميتات قد ترجع شوي ترى ما اشوف ما شفت زعتر قال لا قال ابي غمزه اوف اشتم بكم جلد الحين اذا ما عرف من اللي غمز يجلده ينجلد اوف كيف؟ اذا ما عرفت من يغمز تنجلد بعد بقى لكم واحد بقي سلطان وعبد الله لا باقي قصه جيده هذه صار بطاريه طامي ايه رح لهم قلب غير بطاريه ناصر تكفى ناصر ازعجتنا عن اخوك متوتر انت يا بيجلدني مره ثانيه يا رومي جلد مريض انا زعيده انت واحد غمز لك انت افتح النظاره عشان توصل غمزه ولا في عجيد ملاحظه لا في عجيد حاجه واحده اتمنى جلد من العواد بدل اللي بينجلد لانه شافوه اكثر من واحد خلاص اوكي وصلت المعلومه خلاص راح تنجلد شافوه طيب ركز علم في سكوت علم تسوي شوي تنططك ليش كذا تطلع فهد ممكن اشوف فهد تكفى ليه ابغى اشوفك يا اخي لازم احسن شوي شوف بس حتى زاد بقى زيد انا ومين بقى انت ابو زيد انت ابو زيد بس للاسف راح اقول ابو زيد بقى الحال لا باقينا صقري بس لا صقري اول واحد وصل والله ما نزل ما نعمات ولا شيء ولا هذا يلا صقري ابو زيد والله يعني في واحد منهم اللي مع العلامه ما ادري مو شرط يمكن انا انزله ولا يمكن معكم يمكن انزله من علامه العصا لمن عصا العصا لمن عصا والعقاب ينجلد يد ها يد مفروض في واحد ينجلد بشوي ان شاء الله ينجلد رب الله صدري اللي فيك انا هو انا اللي بنجلد لا انت الحين متدور طب مو بقنص هو اوه بد بد واحد قول مين اثنين لا واحد نظام يعني ترى ربنا بس رحت بالجد ما راح تنجلد اللي راح ينجلد ابراهيم عوض دقيقة يا سلطان ممكن دقيقة سلطان انت كنت اللي راح اسم جميل اول شيء سلطان صقري لما اخذ العصا نصب قميص لو اني انا ما اعرف من هو قال قلت انه نصب طيب لحظه انا تدري ايش اللي شفت انا ابراهيم عادي يقول ما يصير بجيك طيب لحظه ايش في ثلاثه انا ما في ثلاثه يا عيال خلونا نفهم يا عيال حضرتكم واحد ماجد غمزت له اي نطلع برا لا لا دقيقه هي ذم امانه غمزت ايه انا غمزت البدايه طيب خلاص خلاص برا ليه برا كلها لازم يطلعون لا دقيقه طيب ناصر ماجد حبيبي انت اذا معك النقطه يا ايش تريد على اساس بجيك. اي واحد ياخذ طيب كمل لعبه ناصر ناصر انا مش شلك ناصر انا مش شلك انا كمل لعبه بجيك ناصر 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 6000 واحد تكلم عطني العب العب يا سلطان عطني
تمام شيل المنهج علم فهد اي تمام انا غمز لي هذا وعطه حنا بيروح طلعت انت انا استغربت طلعت ثلاث يعني اللي يغمز اللي معه دقيقه دقيقه اشرح اللعبه من جديد اللعبه يا طوال العمر والسلامه ايوه دقيقه بس دقيقه اللعبه يا طوال العمر والسلامه في واحده من هذه فيها فيها قهوه حلو طيب سمعتن لا دقيقه لا دخل مثلا طلع واحده بس في واحد لعبة ولا ما تقدر نشرح لك هذه هذه يا شباب دقيقه دقيقه بس شلت المكان يا كان هنا مكان لي مش متحمس ضيق زحزح لا يا عيال عيال فهد الحركات فهد الحركات لو سمحت فهد الحركات مزعج فهد 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 يا فهد هذه فيها قهوه صح طيب حلو طيب يزيد يزيد تفهيم بالراحه طيب جت هذه فيها قهوه طيب خلاص بس بس يا عيال اعتبرها دقيقه دقيقه فهد ترى تقدر انت اخي احترم كلهم ساكتين دقيقه قم قبك عشان دقيقه ابغى اجري اسلم اسلم يا سلطان ترى هذه معك طيب حلو ايه حلو هذه معي انا ما فيها شيء طيب جيت انت انت اول واحد نظرت في احمد اسالم كلهم قاعدين يدورون مين نظرت على الطريق دي نزل احمد اسالم خلاص طيب تجي انت باستذكاء تبغى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه بحيث ما حد يقفل نزل حقك هو انت اصلا خلاص تشيل الشك عنك انك ايش تغمز براحتك طب وليه الاذكياء اللي قبل شوي معهم مخلينها طيب دروت قولها قولها انا قاعد في الصقر انت ترفرف كنك في الداري من اللي من اللي انت 60 واحد شافك تغمز انا الصقر شايف ترى انا اتمنى اقول لك لا اتمنى اني انا شفت رقم الجرح شرع يا قول ما قد تمنيت اتمنى اذا نزلت الاكواب خلاص ما حد يتكلم اللي بيتكلم ياخذ من جلدتين يلا اللي من الحين اللي خرب على اللي خرب يلا يلا سلطان جلدتين والله ما تجي اللي يتكلم اوت ايه واللي ينزل بدون يتكلم بدون جلد اللي خسر يتكلم على الجوكر حلو ولد اللي غمز وقد نزله عادي وانت ما هي عندك طبعا انت ما هي عندك اوت ما تغمز في مين عندك ما تغمز في مين عندك دقيقه طب ممكن انزلها واصير اغمز ايوه اذا هي معك نزلها وغمز عادي طب وين الفوز في الموضوع الفوز انك تم تجلد اللي لا اني اخلي كلهم ينزلون يعني كلهم ينزلون الا واحد خلي واحد على خير واحد يشوف شوف ادلخ واحد اللي ما شافك ادلخ واحد تغمز له لان في ناس قفطوك فغمز له قلت خربان خربان فهمت قصدي يعني في دلوخ معنا فيك في انت اول دقيقه انا ابغى اجلد حق انا اوريك انا ما قاعد اجلد اجلد ناصر انتصار انا اجلد لا لا اجلد خليه اجلد قم والله ما رد بخاطر يا اخوي انت مرتين تنجلد وش فيك اجلد العصر اديت اربع مرات يقول والله ما رد بخاطرك يا حق ذا شوي شوي استعجل يا اخوي لعبه تبرك خلاص يلا سامح الله عليكم لا تجيبه لو سمحت يا ناصر يا حبيبي لو سمحت يلا تواضع الكبار بس اديت ابيك بنفسي انا ولا ايش 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 طيب يا رايل انت وضعت ولد ودينها فلوس تحسبها لين وراك وش جالس تحسب؟ جالس احاسب احبك يا اخي انت والله مش فيك خير طلعوه انا لك فريقي لازم اعرف فيهم خير يطلعون وديت انت لا حد يكشف نهائيا لا حد يكشف ما اخي مشي مشي يا اخوي عطني اياه مشي اماني ما فيك تعال شوف اغلب كشف اوت عاد اكشف يا انا راح انا ما انا مغمز تك دم دم ما انا مغمز دقيقه لحظه اكشف يعني اذا بغيت احد ينجلد اخليه اخر واحد حلو عادي احطها صح لا لا شيلها معك لا خلاص خلاص استعجل اللي مع القهوه يغمز اتمنى والله اني صادق اتمنى من اللي عنده هذا لا يتفلسف العب اللعبه صح طيب سؤال اي صوت اي صوت اقطع بعد السؤال هذا اقطع الصوت راح السؤال خوفتني خلاص يلا اذا شفت اللي غمز طيب اسكت وما غمز لك غمز لك اسكت ولا غمز لي غمز الله يهديك المشكله اللي عنده جوكر مسوي فيها اني انا يا اخي تبان الاراده نوب نوب الكتاب باين طلع وجهك طلع وجهك الكتاب من مشكلة عيونك كبار يا اخي خندم يا ربع شوف التفتوا لاخويا مو مثل عبد الله قاعد يحلهم قاعد يحلهم الوجه ويجعل لك وشوف عيال 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 ما عليك انا مثل ادور في ثلاثة
لو تكلم مره ثانيه اوت. واحد اثنين ثلاثه. من؟ اللعب. اصص اصص كت. يا اخي انا قايل لكم طيب يا اخوي والله انك تراقبوني ارجع شو جي رجل انت برس نور وفر وجهك يا بعد وجهك عقص طيب يا اخوي حسيت ارد وجهك حسيت وياني وياك تغدر بي وانت كيف هكشه وانت بكيفك حب 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 هو لا شوي بس هو لو يقعد يلا الظهر انا ما عندي مشكلة لا 10 دقائق ما اصف لا ينقلب تم تم تك تك تم انتهت اللعبة نزل الراكب نزل الراكب نزل الكرسي يا سيد بسرعة واحد اثنين ثلاثة لا ايش 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 فيه؟ اعطني سبعة غمز لي ساعة انت غمز لك لساعة وانا نزلت كيف تغمز؟ ايش تقول كذا؟ عيونك صغار يا بس كان راعي القهوة دقيقة القهوة معك معي بس اني ليش نزلت اول واحد؟ انا لاني اموح عليكم كلكم ما ابغى تشوف يا اخي انت السلي كذا يا شيخنا اتكلم على غمزه مو اقول اسمع طيب تغمز لي ليش؟ انا هذه معي القلب طيب طيب مو عقاب طيب غمزتني ايش اسوي انا؟ لا سلطان امنتك بالله يا سلطان دقيقه امنتك بالله يا سلطان هذه القهوه سلطان سلطان والله غمزتي ثلاث مرات سلطان اقول مثلك والله غمزت سريع 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 شرط اقسم برب الكعبه اني غمزتك لا والله غمزتك كذا لا لا حبيبي حبيبي عيني كبيره نظارات والله اعاد اعاد والله والله انت اكلها بسرعه يا اخو لا 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 مو عادي لا ادري ايش وضع العريجين اسمع اسمع غير اللعبه لا والله لا والله حلو حلو والله اسمك ناصر امسك امسك يا اخوي منظول يا ناصر يا عصر جلدوني لك قلت بس نفس اللعبه ذي ما بوش ثاني كل لعبه مدبره عطني 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 لا هذا برا يا رب عيونه صغار ايش اسوي به؟ الله خلقنا كذا يا اخوي من اللي برا صقري تلعبون؟ ارجع ارجع الله تغمز ولا ما ايش ايش خل والله اللعبه الثانيه لعبه ثانيه هزين والله حلو والله حلو حلو اخمر 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 يلا وش وش اللعبه يلا يلا حساب تلعبها لا 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 يلا والله والله في احد يبي يمشي شباب يخفف اي والله خلاص 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 انا كيف كثير عندك ذي وشي والله سالوفه ما ادري انا وشي لو طلعت معك القهوه الحين بالغ صدق من جد لو تحطها متعمد عندك انت جالس توزع من جد اخذ حقك يا اخوي يا اخوي يلا كذا ولا شفته عشان لا لا يسولفون يسولفون لا لا يسولفون لا 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 يا لا لا يا لا لا ركز معي يا لا لا يا لا لا من هذا مقطع يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا يا لا خلوه يا خلوه خلوه انا اخر واحد صح؟ ايه فهد الحركه ما تعيدك دقيقه دقيقه انا لعبتها ونمزه انا تسمع الحركه يا بالله كيف انا فهد الحركه في كاسين زده في كاسين في واحد نزم وغمست انا من هو؟ دقيقه دقيقه بكره الله يهينه هذا وين جايب لنا انت؟ هذا هذا لقيت طايح هذا لقيت طايح هذا طاح ورا هذا معي هنا يلا هذيك يا كيف هو الاسراد فهد ما شاء الله انت تموزع عليه هذا جوكر ولا لا انك مسيد جوكر يا ابو قواه على قصيك كلب انت مسوي يميني العين خيه
يلا يلا يا عيال. لا 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 سمجد والله. يلا يلا والله العظيم والله نحل بثاني والله نحل. شوفوا احسن خربوا. لا اسمع يا كلهم اسمع يا شباب. الكاس الكاس يد من ذي اللعبه اللي امس اخر واحده عشاق تعال ارجع والله نحل حلو بس يا اخوي يخربون اللي يخرب صلى على النبي صلى الله وصل وسلم جميع قال هذا الوجه وجه الله ما حد يخرب يلا يلا كذي وجهه يعني العبوا حجر في السوق من يشيلها يلا يا شباب يرحم بيت تعال العب العب بالله قاعد يلعب محمد الحارث لقوا يشيل عمار عشان يشيل حجر لا هي كذا اسمع لا 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 عيال واحد شوف حق بالغلط والله لا اقسم بالله حسبها كاس والله مو بالقصد لا 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 عيد 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 والله حسبها كاس والله من قال لك تاخذ الكاس اقول لك حسبها كاس لا 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 اقسم بالله حسبها كاس يعني ليه بشيل حق والله لا والله يكسب كاسي يقول لك لا 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 والله العظيم ما قصدي ومينا بالله والله العظيم ما قصدي اقسم بالله يلا لا لا بيلعب بطلع بيلعب بطلع مو 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 مانع ابو زيد لو سمحت ابو زيد لحظة لحظة اسمع طيب معي ليه تعيده تم طلع وطلع مانع تعيده العب معي العب طيب معي انت طيب عرفنا معك ابو زيد عبد الله اسمع طيب لحظه يا ابو خلاص ليش ما تطلع طيب اوراقنا خلاص 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 ابو زيد خلي على الشباب خلاص ابو زيد لا 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 سامح 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 مديري مديري لا لا يلعب حبيبي خلي يلعب اديني من نقاط خلي يلعب انت ويا برا انت ويا برا يا الله ابو زيد